استمرارا لنفس النهج، تهديد جديد لأمن الخليج والملاحة الدولية. صباح اليوم تم تفجير ناقلتي نفط بخليج عمان، إحداهما ترفع علم جزر مارشال والثانية علم بنما. إحدى الناقلتين كانت تحمل مادة الميثانول شديدة الاشتعال. الانفجار وقع على بعد 45 كيلومتر من ساحل إيران. السلطات الإيرانية قالت إنها قامت بإنقاذ حوالي 44 بحارا وتم نقلهم إلى ميناء جسك الإيراني. هذه المنطقة تعد أحد المناطق الاستراتيجية في العالم كله، حيث يمر منها حوالي 88% من الإنتاج النفطي للمملكة العربية السعودية، 98% من إنتاج العراق، 99% من إنتاج الإمارات، وكل نفط العراق أو كل نفط إيران وقطر على وجه التحديد والكويت أيضا. البحرية البريطانية كانت النهاردة أول من تحدث عن وقوع الحادث، وقالت إن هناك حادث غامض وقع وطلبت توخي الحذر وأعلنت عن إجراء تحقيق حول هذا الأمر. متحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي قال إن القوات الأمريكية تلقت نداء استغاثة في الساعة 6:12 إلى 7 صباحا وتوجهت للمساعدة على الفور. وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عقدت اجتماع لمناقشة الأوضاع في الخليج بعد الحادث فورا. مسؤول في البنتاغون قال في تصريحات ان الاجتماع ركز على مراجعه خطط الطوارئ للقوات الامريكيه في الخليج. مسؤول في مجلس الامن القومي الامريكي اكد ان الولايات المتحده ستقدم مساعدات للتحقيقات الجاريه والكشف عن الجهه التي تقف وراء الحادث. التحالف ايضا قدم بيانا حذر فيه من مغبه وخطوره ما يجرى في هذه المنطقه. على كل حال التفاصيل كثيرة في هذا الأمر، المحاذير أيضا متعددة. خلوا بالكم، هذا الحادث يقع بعد حادث تفجير عدد من البواخر في ميناء الفجيرة في دولة الإمارات، كذلك الحال الاعتداء على منشآت نفطية في المملكة العربية السعودية، وأيضا القاذفات التي أصابت مطار أبها في المملكة العربية السعودية. لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل هذا الحادث عن سياق تلك الأحداث. باختصار، الوضع في الخليج خطر، الوضع في الخليج يستوجب تدخل دولي لوضع حد لما يجرى. بالتأكيد التدخل الأساسي يجب أن يكون عربيا، هذه أمور من أمور الأمن القومي العربي الذي يتوجب على دول المنطقة أن تكون صاحبة الدور الأساس في ذلك الأمر. طيب ننتقل إلى القاهرة.